أعلى نقطة محمد خلف، واحد من الثلاثة اللي قلنا عليهم نادي الترسانة يلعب ويطلبها، ترجع تاني عند اللاعب محمد جمال تريكة الصغير. يا سلام يا ولد يا تريكة، يعني تريكة اسم كبير يا جماعة، محمد أبو تريكة هو النجم الترساناوي الأسبق، والبداية كانت في نادي الترسانة، وهو نجم طبعا الشباك ونجم النادي الأهلي ونجم المنتخب المصري، وأيضا واحد من اللي عملوا إضافة لنادي بانياس في دولة الإمارات العربية، ونتمنى له كل التوفيق ويعود مرة تانية للمنتخب المصري في تألقه. محمد أبو تريكة، تريكة الصغير موجود النهاردة مع الترسانة. هشام عبد الله، هشام البطوط عفوا، يرجع عند محمد جمال، تمشي كرة عند إبراهيم، إبراهيم محمد يلعبها، لكن كان مضغوط عليه من أحمد جعفر غلطه، عشان كده كرة تبقى رامي تماس لنادي الزمالك. أحمد عيد، أحمد جعفر، الاكسس موندومو صاحب كرة أول أهداف هذا اللقاء، يلعبها بينية جميلة جدا عند إبراهيم صلاح، إبراهيم صلاح يتخطى ويلعبها أيضا عند اللاعب أحمد عيد، واحد ضد واحد مستني المساندة، اشتغل فردي، تأخر شوية، تمشي كرة مقطوعة من نادي ترسانة مع أحمد محمد خلف، هشام البطوط يحطها في مساحة، لكن موقف 2 ضد 1 والكرة تخبط في ظهره وهو رايح بيجري للاعب وائل عبد الفتاح، لازم يبقى فيه هنا انتظار للكرة، لازم السنتر فيرود أو المحطة الهجومية اللي بيلعب بعمق الملعب، يعني عمق الملعب يعني رقم 10 أو هو المهاجم اللي واخد العمق الهجومي، محطة هجومية مطلوبة جدا. اتلعبت الكورة عند حمادة طلبة، حتى الآن ناجح في الشكل الهجومي، ناجح ويتقدم وجريء ويوزع وخطير. يا سلام عليك يا حمادة، يا سلام عليك يا طلبة، وناجح تماما حمادة طلبة في المكان اللي هو بدأ فيه، وهي دي بدايته، وهو هنا الأوفر الجميل بالقدم اليسرى حطتها، لكن متأخر أحمد عيد عبد الملك، متأخر شوية عبد الملك، لكن عملها بالقدم اليسرى وعمل الأوفر بشكل مميز جدا. وهنا الجميل لما يبقى غالق عليك الباك أو المدافع على القدم اليمين، تقدر تاخدها على القدم اليسرى وتعمل الكروس أو الأوفر وتتحط، يبقى ده شيء جميل جدا لزهراء الأجناب أنه يستعمل أو يستخدم كلتا القدمين في الكروس أو في الأوفرات، شيء جميل. محمد طلبة لسه الترسانة الشخصية الهجومية لنادي الترسانة، شخصية هجومية يعني نادي الترسانة يا جماعة، ده تاريخ كبير جدا جدا للترسانة. عندنا الكابتن حسن الشاذلي، واحد من كبير الهدافين في الكرة المصرية، 176 هدف، وهداف الدوري المصري 4 مرات، ولسه عندنا أسماء كبيرة جدا لنادي الترسانة، راية وصفارة، اتلعبت العرضية، لكن الحكم والراية لسه مش رابطين مع بعض شوية، راية بدري والصفارة متأخرة، هنا الكرة البينية والباك الشمال راجع حتى باينة في التظليل إن فيها كلام، عموما في كلام وكلام، وهيبقى كلام كتير جدا في الشكل في المنظومة التحكيمية في هذا اللقاء، سواء من الحكم الساحة أو من الحامل الراية، سواء في هدف الوحيد اللي حتى الآن أو في المواقف اللي فيها تسلل. عموما في فاول على نادي الترسانة، الترسانة يعني حمدي عبد بدوي عبد الفتاح هداف الدوري المصري، يعني كابتن مصطفى رياض، يعني كابتن حسن الشاذلي، زي ما نقول لحضراتكم كل دول حصلوا على لقب هداف الدوري المصري. ايضا نادي الزمالك تاريخ كبير وحامل هذا اللقب او بطولة كأس مصر 21 مرة بالمشاركة مع النادي الاهلي في بطولتين او في مسابقتين. اتلعبت الكرة الجانبية عند حمادة طلبة، يا سلام على الكنترول، لكن محتاج برضو يلعب كتير في هذا المكان، اتحطت له في الجانب الايمن، يصل لمنطقة مؤثرة ممكن يوزع ويلعبها في الناحية العكسية. برافو ابراهيم محمد، برافو حارس مرمى ترسانة، برافو حمادة طلبة اللي اشتغل ووصل لهذه المنطقة أكتر من مرة، ده نتيجة إن هو عنده قيمة فنية هجومية في الجانب الأيمن، اتعمل تشيب باس عند عمر جابر، اتحطت في مساحة، يا سلام على الأداء الجميل من حمادة طلبة، لكن إن تحملات السرعة هذا شيء طبعًا وسؤال هيطرح نفسه بعد ما نتابع الهجمة لنادي ترسانة، اتلعبت في الجانب اليمين. استلام من الثبات، عشان كده كرة صبر رحيل يصل لكرة قبل هشام البطوط ويوزع الكرة. تحملات السرعة واحدة من عناصر اللياقة البدنية، وكل مكان ولكل وظيفة في المستطيل الأخضر ليها من العناصر اللياقة البدنية، لما النهاردة بتلعب هاف باك ديفندر غير لما تلعب باك يمين. حمادة طلبك بيلعب كلاعب قلب دفاع في الماتشين اللي فاتوا، نتابع الهجمة الأول ونكمل حضراتكم
الشيء والمعلومة اللي نحاول نوصلها لحضراتكم. عموما لمسات فنيات عالية لنادي الزمالك من أحمد عيد عبد الملك ومن اللاعب نور السيد، تحمل السرعة أو التحملات أو السبرنتات اللي هيعملها حمادة طلبة في الجانب الأيمن، غير مكانه كلاعب سيردباك. كلاعب سيردباك بيأدي أنه بيبقى متواجد واخد فترات راحة طويلة وبيلعب من السبات، واللي بيتحط في مواقف تحملات سرعة يعني بتبقى قليلة شوية أو نوعا ما عن الظهير الأجنبي اللي محتاج أنه هو في كل موقف لازم أنه يتقدم، سواء في التنظيم الهجومي أو في الوصول لمناطق مؤثرة. ولما كرة بتتقطع نتابع الهجمة الخطيرة، كرة هدف تاني عملها لأحمد عيد عبد الملك، عملها الفنان الموهوب عبد الملك، وعملها صاحب القميص رقم 14 وصاحب الهدف التاني الجميل. يا سلام أحمد عيد عبد الملك صاحب القميص عفوا رقم 11 بيعلن عن الهدف التاني الجميل لنادي الزمالك. أحمد عيد عبد الملك بيحتفل بكرة هدف تاني جميل وهو في ايه؟ في عمره 33 سنة، وهو كان بيحتفل بعيد ميلاده 33 سنة بالتمام والكمال في منذ 5 أيام فقط. اللاعب النجم الكبير اللي هو من مواليد 15/5/1980 يعلن عن الهدف الثاني الزملكاوي، حاططها لتشيب باص ويلعبها بهدف جميل، هدف رائع جدا من ماركة اللاعبين الكبار. برافو أحمد عيد عبد الملك. أحمد عيد عبد الملك إذن يعلنها عن هدف تاني زملكاوي بمنتهى السهولة واليسر. نادي الزمالك قدر يتقدم على نادي الترسانة، فروق الدرجتين هل هي اللي باينة؟ فروق ما بين الدوري الممتاز والقسم الثاني واضحة تماما حتى الآن على نادي الترسانة، منكمش شوية. سمعنا وشوفنا تصريحات من كابتن جمال حمزة قال إن مش عيب أبدا، أو مش يعني لو الزمالك فاز على الترسانة ده شيء منطقي لأن احنا بعيد شوية عن الظهور بمظهر إنه يبقى فيه قوة، وده طبعا تصريح يعني أعتقد من وجهة نظر الشخصية المتواضعة يعني أكيد لو وصل للاعبين ممكن قوي يأثر معهم شوية، لأن في كأس مصر العبرة بالعطاء وبالتنظيم والتنظيم التكتيكي من قبل اللقاء وأيضا من خلال المستطيل الأخضر. عموما السيد يوسف في الصورة، وادي كورة هدف تاني، الاختراق الجميل ساعدته ان الكل بيغلط وان يعني الراجل كورة مشت معاه، لكن اللمسة الأخيرة السحرية الجميلة والفنيات العالية أحمد عيد عبد الملك تترجم الجرأة لهدف تاني. جريء أحمد عيد عبد الملك، وهنا تصويبة محمد جمال سهل الكورة عند اللاعب عبد الواحد السيد. ضغط من ترسانة، نادي الترسانة ممكن يرجع لأجواء اللقاء ممكن جدا يا جماعة في كرة القدم، لكن حتى الآن السردباكين عاملين مشاكل، توفيق عثمان وحمادة طلبة وحمادة علوان، تمشي كرة من توفيق عثمان، حمادة علوان يرجع لحارس المرمى إبراهيم محمد، اتلعبت الكرة في الجانب الأيمن، يشتت هنا اللاعب إبراهيم محمد ونادي الزمالك عفوا بعد الجون الثاني ممكن أول مباراة تتفتح أكتر، وممكن الزمالك يبقى على موعد مع سكور كبير لو شفنا الأداء النادي الترسانة لو كملوا بالسلبية الدفاعية والخلل الدفاعي اللي موجود في القلب اللي احنا شايفينه بيضربوهم بمنتهى السهولة، وعرضية ممكن هنا التالت ولا ايه، لكن القايم يمنع وابراهيم يمنع والحظ يمنع كله يمنع كورة الهدف الثالث مرة واثنين وثلاثة، لكن هفوات دفاعية لنادي الترسانة بالجملة موجود. بص شوف في مساحات وفي اختراقات وفي وصول للمرمى، وهنا منشن رائع جدا عمر جابر، اول مره راحت من القايم والثانيه والثالثه راحت من احمد عيد عبد الملك، لكن الزمالك خبرات لاعبيه وعدم الرقابه والهفوات وعدم او الخلل في التنظيم الدفاعي لنادي الترسانه واضح تماما، ممكن قوي النهارده الترسانه بلغه الكوره يشيل سكور كبير، والزمالك ممكن يصل لمرمى الترسانه اكتر من مره لو ما صححوش من اوضحهم. ادي جمال حمزه بدا ينده للاعبين وبدا يطالب بان يبقى في تغطيه وفي تضييق للمساحات، وادي حارس المرمى جاله شد عضلي، ده واضح ان هو شد عصبي لان عليه بريسنج وعليه ضغط كبير جدا من نادي الزمالك، وادي كوره واول المواقف الهجوميه اللي وصل من خلالها محمد جمال او تريكا الصغير او واحد من اللاعبين الموهوبين في نادي الترسانه. نادي الترسانة في سنة من السنوات لما فازوا بكأس مصر كان معهم 3 مهاجمين سترايكر، الثلاث محمدات، محمد رمضان النجم الكبير ونجم الترسانة والأهلي السابق،
ومحمد فؤاد ومحمد كمال وثلاث محمدات كانوا بيكسروا الدنيا، وكانوا يعني اي تيم بيقدروا ان هم الترسانه بيتفوقوا، وفازوا بكاس مصر. ونادي الترسانه نادي كبير ونادي عريق ايضا، فاز بمسابقه كاس مصر زي ما الزمالك فاز ب 21 مره، فالترسانه فاز بالكاس 6 مرات. حماده طلبه خد فاول، حماده طلبه، لكن واضح ان هو جاهز بدنيا سواء بيلعب سيرد باك او بيلعب باك يمين. بيتقدم، خد فاول هنا في الاعاده واضحه تماما الفاول. محمود بسيوني حكم الساحه ادى الفاول، هيلعب محمود فتح الله. محمود فتح الله راح له إليكسيس موندومو، استلام بكنترول ويلعبها اماميه عند ابراهيم صلاح. محمد خلف، محمد جمال استلام ودوران، إليكسيس موندومو بمنتهى الثبات عطله وعطل الهجمه لنادي الترسانه. محمد خلف يقف على كورته، في بطء شويه من لاعبي نادي الترسانه، محتاجين السرعه، محتاجين النقل الاسرع والعمق الهجومي او الانتقال من نص الملعب. هنا في الثلث ده الترسانه لازم يطوروا الاداء شويه. هشام البطوط ينقل عند احمد حسن استاكوزا، احمد حسن يلم واحده والثانيه، تمشي كرة عند محمد خلف، يلعب عند هشام البطوط، لكن هنا تدخل من ابراهيم صلاح، ابعد له كره عمر جابر، تطول الكره وتبقى رميه تماس. رمي التماس و26 دقيقة لعب. مشاهدينا الكرام، مشاهدي النايل سبورت، ونادي الزمالك متقدم ومتفوق في كأس مصر في دور ال 32 على نادي الترسانة في ديربي ميت عقبة، في ديربي نادي الزمالك والترسانة، لأن الأندية الناديين من منطقة الجيزة والاتنين بيفصلهم شارع واحد، ومن الاتنين من الأندية الكبيرة واللي لهم التاريخ الكبير المحترم في الكرة المصرية، ترسانة وزمالك، زمالك وترسانة. اتنين زمالك ترسانة لا شيء. احمد مجدي يلعب عند اللاعب نور السيد، يلعبها 40 متر عند اللاعب حمادة طلبة، تمشي الكرة عند محمد جمال. محمد جمال فنيات عالية جدا، محمد خلف مجهود كبير، يحط الكرة في مساحة لما هنا تفرق. هشام البطوط وفرصة لنادي ترسانة انه يرجع لاجواء اللقاء. هشام البطوط يحاول، يا ولد يا لعيب، ومش ممكن، ده انت عملت الصعب كله، الصعب كله والحلو كله عمله هشام البطوط اللاعب اليساري الجميل. بص شوف هنا الاعادة، هشام البطوط الاستلام، وهنا بيغزل هنا وفات من احمد مجدي، ثبته وخلاص، حطها يا راجل على الارض، حطها بالرجل اليمين او اركنها هنا، عمل الصعب خلاص، ان هو تخطى المدافع وبقى مواجه للمرمى، لكن بتتعزم يا راجل، ده عاوزه الركنه وعاوزه باطن القدم، وانك تحطها ما بين القائمين والعارضه كان يبقى مكانها الشبكه، وكان يبقى مكانها عوده الترسانه، لكن راحت على الترسانه. كوره كانت قريبه جدا، حماده طلبه المتالق او جوكر النادي الزمالك يحاول الاستحواذ على الكوره، حط جسمه خد رمي التماس، رامي تماس هيلعب الاوت هنا، اللاعب حماده طلبه، جاله احمد عيد عبد الملك، إليكسيس موندومو في نص الملعب من لمسه واحده عند نور السيد. نور السيد يلعب عند احمد مجدي، احمد مجدي صابر رحيل، صابر رحيل عاوز يلعب الوانتو مع اللاعب احمد جعفر، مقطوعه من احمد جعفر وتمشي الكوره عفوا عند نور السيد. هشام البطوط الخطير يحاول ينطلق، لكن إليكسيس موندومو تدخل في تايمينج ممتاز جدا، وقدر ان هو يستخلص الكوره ويرجع عند حارس المرمى عبد الواحد السيد. عبد الواحد السيد، نادي الزمالك يتقدم بمنتهى السهوله على نادي الترسانه بدون ما يعني ما تعبوش نفسهم. هدف اول كده، الراجل إليكسيس موندومو لقى نفسه مواجه للمرمى، وواحده ثانيه ايضا يعني شبيهه والله، احمد عيد عبد الملك بيحاول ان هو يتخطى والامور تمشي معاه، والكوره تساعده وتحطه في الظروف ان هو ينفرد تماما بالمرمى ويحط كوره هدف تاني. اذا الزمالك بدون ما يتعبوا وهي يعني بدون ما يضغطوا على نادي الترسانه وصلوا للمرمى مرتين، وقدروا ان هم يترجموا الوصول مرتين لهدفين. احمد عبد الله في نص الملعب ترسانه، الترسانه وصل ايضا مرتين ولم ينجح في الوصول لمرمى شباك عبد الواحد السيد. هو ده الفارق يا جماعه، هو ده الفارق ما بين اللاعبين اللي تروح للمرمى وتخاف وتتخض، واللي يروح للمرمى ويقدر ان يحط الكوره جوه جول. نجح عيد عبد الملك في انه هدف تاني ممكن قوي، الهدف ده هيساعد نادي الزمالك في النتيجه النهائيه لهذا اللقاء، لان 2-0 بدري كده نتيجه ستعطي الاطمئنان والتفوق لنادي الزمالك. رايه